السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه العلم والحمد لله على كل نعمه انعم الله بها علينا والصلاه والسلام على الرسول الامين واله وصحبه اجمعين حياكم الله يا ابناء الطلاب واهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم والجد في الصف الرابع الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا اليوم إثراءات في الجزء الخامس حياكم الله يا أبناء الطلاب مرة معنا بارك الله فيكم أركان الصلاة أركان الصلاة ولا يزال الحديث عن الصلاة وشأن الصلاة فمر معنا بارك الله فيكم واحسن اليكم ان الصلاه عباده بل هي عباده عظيمه. وهذه العباده ها يا ابنائي تشتمل احسنتم على اقوال وافعال مشروعه. وهذه الاقوال والافعال تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاول ماذا؟ الاركان. فهناك اركان الصلاه وهو حديثنا في هذا الدرس وفي هذا الموضوع وواجبات الصلاه وكذلك سنن الصلاه ناتي اولا بارك الله فيكم الى هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اركان الصلاه نستمع الان لهذا الحديث بارك الله فيكم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فقال ارجع فصل فانك لم تصلي فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا بام الكتاب وبما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها الآن بارك الله فيكم نأتي إلى أركان الصلاة فأركان الصلاة أربعة عشر ركنا نأتي الآن ونقوم باستنتاج ما ورد في الحديث السابق من الأركان وأملأ الفراغات الآتية اول يا ابنائي بارك الله فيكم اول هذه الاركان القيام في صلاه الفريضه مع القدره. القيام في صلاه الفريضه مع القدره وموضعه في الحديث اذا قمت الى الصلاه. الركن الثاني ما هو؟ تكبيره الاحرام. في قوله صلى الله عليه وسلم فكبر. والركن الثالث ماذا؟ قراءه الفاتحه. فإذا مر معنا يا أبنائي بارك الله فيكم القيام في صلاة الفريضة مع القدرة وتكبيرة الإحرام وماذا قراءة الفاتحة. ثم اقرأ بأم الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم وأم الكتاب هي سورة الفاتحة هي سورة الفاتحة. نكمل الأركان بارك الله فيكم ثم ناتي الآن إلى الركن الرابع وهو ماذا؟ الركوع وموضعه في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا الخامس الرفع من الركوع والسادس ماذا الاعتدال بعد الرفع منه وموضعه في الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما كذلك الركن السابع السجود على الأعضاء السبعة ما هما أو ما هي هذه الأعضاء السبعة أولا الجبهة والأنف اليدان الركبتان وأطراف القدمين وأطراف القدمين كما قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا يكون السجود على الأعضاء السبعة ثم الاعتدال من السجود يعتدل وتكون هذه هي الجلسة والطريقة الصحيحة موضعه في الحديث ثم ارفع ثم الجلسة بين السجدتين هذا الركن التاسع موضعه في الحديث حتى تطمئن جالسا العاشر ماذا؟ التشهد الأخير الركن العاشر ماذا؟ التشهد الأخير والجلوس له والجلوس له والركن الثاني عشر ماذا التسليم وهنا يا ابنائي سوف نستمع الى هذا التشهد بارك الله فيكم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذلك يا أبنائي في التسليم في قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم طيب هل انتهت الان اركان الصلاه يا ابنائي احسنتم ناتي الان الى الثالث عشر الطمانينه في جميع الاركان الطمانينه في جميع الاركان وهي التاني واعطاء كل ركن من الصلاه حقه فلا يكون الركوع والسجود وقراءه الفاتحه بشكل سريع وإنما تقرأ على مهلك الحمد لله رب العالمين وهكذا دون ماذا الإسراع في الركوع والسجود فهنا ماذا يفقد هذا الركن العظيم الطمأنينة في جميع الأركان كذلك نأتي إلى الرابع عشر الترتيب بين الأركان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا نقدم مثلا السجود على الركوع لا وإنما نقوم بالترتيب بين هذه الأركان وكما الشاهد في الحديث السابق فيما يخص هذا الركن وهو ماذا الطمأنينة في قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن وكذلك الترتيب بين الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل الأركان مرتبة. ناتي الآن إلى واجبات الصلاة ومر معنا بارك الله فيكم أن واجبات الصلاة كم يا أبنائي؟ ثمانية أحسنتم. أولاً جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. طيب من يخبرني يا أبنائي بارك الله فيكم لماذا تكبيرة الإحرام ليست واجبة ها يا أبناء الطلاب أحسنتم أحسنتم رائعون لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة أما بقية التكبيرات فهي من واجبات الصلاة نستمع الآن لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس نأتي الآن إلى الواجب الثاني وهو قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع لقوله آه صلى الله عليه وسلم ثم ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم كما جاء في حديث ماذا؟ حذيفه رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اي قال حذيفه ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. ناتي الان الى الى الواجب الثالث وهو قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. أما المأموم فلا يقولها والدليل بارك الله فيكم ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة فهذا هو الواجب الثالث ناتي الآن بارك الله فيكم إلى الواجب الرابع وهو قول ربنا ولك الحمد للإمام وكذلكم للمأموم وكذلكم للمنفرد والدليل ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. ناتي الآن إلى الواجب الخامس وهو قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود لحديث حذيفه رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى الواجب السادس وهو قول رب اغفر لي مره بين السجدتين ونستمع لحديث حذيفه رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يقعد ما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي نأتي الآن إلى الواجب السابع التشهد الأول والجلوس له لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية فهذا هو الواجب السابع التشهد الأول والجلوس له نأتي الآن إلى الواجب الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة ماذا التشهد الأخير الآن سوف نستمع إلى هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نأتي الآن إلى الفرق بين الركن والواجب، يتفق الركن والواجب في أن من تعمد ترك شيء منهما ماذا بطلت صلاته. ويختلفان فيما يأتي الركن إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو أما الواجب إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يسقط ويسجد للسهو لا الآن إلى فضل سورة الفاتحة وتفسيرها نستمع إلى هذا الحديث. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأُعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأُعلمنك سورة؟ هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته مر معنا معنى الاستعاذة والبسملة والاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله واعتصم به الشيطان كما ذكرنا ابليس وجنوده الرجيم المرجوم والمبعد عن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمله اي ابدؤوا ماذا قراءتي احسنتم مستعينا بالله الرحمن ذي الرحمه الواسعه لجميع الخلق الرحيم ذي الرحمه الخاصه بعباده المؤمنين الحمد لله رب العالمين الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الكمال والرب هو المالك المدبر العالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مالك أي مالك جميع المخلوقات ومدبرهم يوم الدين يوم هذا الجزاء والحساب وهو يوم القيامة اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا انت يا الله فنعبدك وحدك لا شريك لك و واياك نستعين الاستعانه هي طلب العون منك وحدك ولا نطلبه من احد غيرك كذلك مره معنا اهدنا الصراط المستقيم اي ارشدنا ووفقنا الى الطريق الواضح الذي لا عوج فيه وهو دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صراط الذين انعمت عليهم اي ماذا طريق الذين انعمت عليهم بالهدايه وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم اي الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ولا الضالين الذين تركوا الحق عن جهل وضلال كالنصارى ناتي الان الى الذكر بعد الصلاه ونستمع الى هذه الاذكار التي تقال بعد الصلاه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيكم يا ابناء الطلاب. ناتي الان الى قراءه ايه ماذا؟ الكرسي فهي من الاذكار التي تقال بعد الصلاه، الصلوات المفروضه، الان سوف نستمع الى ايه الكرسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وكذلك من الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة قراءة سورة ماذا الإخلاص قل هو الله أحد وكذلك سورة الفلق يا ابنائي قل اعوذ برب الفلق احسنتم وصوره الناس قل اعوذ برب الناس وفي الختام يا ابنائي الطلاب هذا رابط الدرس بقناة عين بامكانكم الرجوع اليه والاستفاده من المصادر والاثراءات المتوفره على هذه المنصه التعليميه المتميزه والمتكامله الى الملتقى باذن الله عز وجل في الحصه القادمه في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته